لا 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 يعني لما تخلص المباراة بصرف النظر عن النتيجة برة تانية، النتيجة مش في اعتباري خالص، يعني كانت مكسب لينا هنفرح جدا، كانت خسارة شيء طبيعي ومنطقي وهنستقبلها، لكن تحكم ازاي انها تجربة ناجحة او ايه الاهداف اللي انت لما تشوفها في التسعين دقيقة تقول والله المنتخب استفاد جدا من المواجهة مع بلجيكا. تقارب الخطوط، التنظيم، العملية التنظيمية، ان احنا بنطلع بالكرة ازاي، يبقى في شكل هجومي للفريق، يبقى في شكل دفاعي حتى لو انت بتدافع، مهم جدا زي ما قلت لحضرتك، يبقى في تقارب الخطوط، ده بيديك شكل دفاعي منظم، ازاي بتطلع بالكرة من تحت سواء على اطراف الملعب او من نص الملعب، ده مهم جدا بغض النظر عن النتيجة، مهم جدا المنتخب يبقى ليه شكل هجومي او ليه شخصية دفاعية او ليه شخصية هجومية حسب طريقة لعب الراجل، زي ما كنا بنقول مع مستر هيكتور كوبر ان المنتخب بيدافع لكن دي شخصية دفاعية بيلعب بيها كويس، بيقدر يطلع على محمد صلاح، بيقدر يطلع على مصطفى محمد، فهنا ده اللي هيطمن كل الجماهير المصرية. في كل المراحل اللي حتى لما وصلنا كاس عالم، مش احنا مع هيكتور كوبر كانت افضل فترة يعني طبعا من في ال 12 سنة الاخرانية، الراجل وصل بينا كاس عالم ووصل بينا نهائي نهائي افريقيا امم بعد سبع افريقيا، سنين وانت مش معاك بتوصل. جدا جدا طبعا يعني حتى بما فيهم الفترة دي، ومع كيروش ومع كل الاسماء اللي كان واضح بشكل كبير جدا انه فكرة مع اي منتخب، على فكرة يعني احنا قابلنا منتخبات كتير حتى في بطولة افريقيا الاخرانية دي مع كارلوس كيروش، قابلت منتخبات كتير في تفاوت او تباين في مستوياتها، لكن كان واضح جدا انه عندنا مشكلة في فكرة بناء الهجمة، عندنا مشكلة في عدم قدرة على الاستحواذ، بنفقد الكرة بمنتهى السهولة، واي منتخب علينا يقدر يستحوذ ويحطنا او يضغطنا في نص ملعبنا بمنتهى السهولة. المشكلة دي سببها ايه؟ مش ومين اللي مسؤول عنها في الثلاث خطوط بشكل كبير، خط النص ولا خط الدفاع مسؤول عن بدايه بناء الهجمه، ولا خط النص اللي مسؤول عن الاستحواذ والتوزيع، يعني بتشوف الدايلاما دي موجوده فين في منتخب مصر يا احمد؟ بتبقى في اللعيبه، نوعيه اللعيب اللي انا بحطه في نص الملعب. في فترات كبيره جدا كان المستر كيرش ما بيعتمدش على قفشه لطريقه اللعب 4 اللي هي 4 3 3، فانت لغي خالص رقم 10، ودي طريقه اللعب اللي احنا هنا في مصر بنلعب بيها دايما، عشان كده انت بتلعب، ده اللي كان الفرق الجاب الكبير جدا، ان انت في الدوري المصري بتلعب بطرق لعب مش هي اللي بيلعب بيها المنتخب، ودي حته تخطيط وتنظيم، ان انت الطريقه المناسبه لنوعيه اللعيبه اللي معاك، عشان كده بيحصل معاناه مع المنتخب، ان انت دلوقتي انا متعود في النادي ان انا بلعب طريقه 4 2 3 1 3 4 3، فبروح المنتخب بيبقى عندي صلاحيات تانية، بيبقى عندي مهام تانية، ان انا بلعب بطريقه مختلفه تماما عن الطريقه اللي بيلعب بيها الراجل المدير الفني، ودي بتبقى محتاجه حتى لو انا لعيب بلعب طول الفترات في النادي بتاعي ان انا بلعب بطريقه مختلفه، مهم جدا حته التدريب، تدريب وان المدير الفني ياخد فتره كافيه حته ان بس ده يعود بتحصل في اللعيبه. كل حته في العالم يعني، عشان برضو احنا مش هنخترع العجل يعني، خليني اقول لك انه مش بس كل كواليتي اللعيبه بيبقى مختلف، كواليتي اللعيبه كواليتي بيبقى اللعيبه مختلف. مختلف، استيعابك حتى للتمرين، عشان كده ممكن بعض اللعيبه المصريه بتعاني مع المدربين الاجانب حتى في المنتخب، ان درجه استيعاب اللعيب المصري مش زي الاوروبي اللي هو المحترف اللي ممكن يغير في نفس الوقت طريقه اللعب، يعني عندك زي ما كان مع دي بروين ممكن يلعب 8 وممكن يلعب 6 لما ايوه، كنت وساعات جوارديولا، بيلعب جناح وساعات بيلعب وساعات جناح، بيكمل جوه البوكس. هو ده نوعيه اللعيب او كواليتي اللعيب اللي انا كمدير فني بقدر استغله في اي طريقه لعب يقدر يأديها، دي ممكن مع اللعيبه المصريه فيها معاناه مع مدير فني اجنبي شويه.